روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه وأرضاه الذي أوتي مزمارا من مزامير آل داود قال صلى الله عليه وسلم أريت أي في المنام أني أهاجر إلى أرض ذات نخل فوقع في وهلي أو قال وهلي بالتحريك والتسكين لغتان أي في خاطري وخلدي أنها هجر فإذا هي المدينة أو قال فإذا هي يثرب. وعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها عند أحمد والبخاري قال إني أريت دار هجرتكم يعني في المنام إني أريت دار هجرتكم أرضا ذات سبقة أو سبخة يعني الأرض التي تكون فيها تلك المياه المالحة والزرع فيها يكون قليلا أرضا ذات سبخة أو سبخة بين لابتين. قال فأخذ الصحابة يخرجون مهاجرين إلى المدينة على ساكنها الصلاة والسلام.